نفذت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية بمحافظة العاصمة وذلك للتأكد من الالتزام بقانون الإقامة في هذا الصدد أشارت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن الحملة تهدف إلى التصدي لمخالفات الإقامة بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدة استمرارية الحملات التفتيشية، ومنوهة بدور أفراد المجتمع في دعم جهود التصدي للمخالفات والإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالعمالة غير النظامية.